الحكم يدير هذه المباراة، الحكم الدولي القطري محمد أحمد الشمري بمساعدة سيد علي محرمي. انطلاق بنمسا، أكيد الأجواء حارة هنا في العاصمة بنسبة 90% بالنسبة لمنتخب الخضر مقارنة بمباراتي أوغندا وكذلك تنزانيا. إسماعيل بن ناصر أزمون 10 أهداف، 7 أهداف لمهدي التعريمي، كذلك لكريم الأنصاري. بنمسا كرة تعود إلى حكيم من الجهة اليمنى إسماعيل بن ناصر. إسماعيل محاولة تماسك كبير بين عناصري إلى حد الآن تقريبا مغلق كل الشوارع المؤدية للحارس أمير عبد. زاد السرعة مطلوبة من جرب المتبي والدوري السعودي مع النصر من 2009 ل 2011 تجربة كبيرة ومعرفة. خصم زرقان، زرقان على التمرير إلى إسماعيل بن ناصر. 10 تعادلات 4 هزائم وانطلاقة من الجهة اليمنى عادت من جديد في اتجاه إسماعيل بن ناصر وسط ميدان دفاعي والتدخل كان درجة أقل. كذلك أحمد توبة رياض بن عياد كرة من إسماعيل بيكن عادت الكرة في وسط الميدان من إسماعيل بن ناصر. بن ناصر مع بلال إبراهيم. إسماعيل اللاعب الحكم محمد الشمري تعود في وسط الميدان لإسماعيل بن ناصر. ممتاز إسماعيل بطل الدوري الإيطالي مع نادي أسي ميلان. كرة ملعوبة للجهة اليسرى غزال، نأمل أن يرتفع عن السقف. هذا البحث عن رياض بن عياد. كرة عادت لإسماعيل بن ناصر. أحمد توبة عادت في الوسط لإسماعيل بن ناصر بسرعة. المنتخب الجزائري يريد أن يتدارك، يريد أن يعوض. هدف كرة من أمير عبد السيدة. يتدخل عبد القادر بدران. عادت لإسماعيل بن